الجمعة اللي فاتت وانا هابط نخدم على روحي فيق صباح عامل جو لقيت شكون يوقف ستور، قلت علاش لا وتكيت على جنب وطلعته. انا بطبيعتي ديما حاط الراديو ومن موضوع لموضوع لقينا روحنا نحكيو على الكورونا، وقال لي اللي هي مش موجوده وما هي الا مؤامره، وخرجوا تسريبات من نازا على الفيسبوك يحكيو على المؤامره ذي. انا الحقيقه مخي اختفى فرانت بلوكا، اما بعد قعدت اخمن بيني وبين روحي وتفكرت اللي فما برشا عباد في الفيسبوك يحكيو على مؤامره الكورونا العالميه، وعلى ذاك برا جيب شربك وإجا اركش خلي نفرك الرمان. عام 2020 بالرسم يتعدى سنة سعيدة أكلي بالضبط، وبما أنه نحن كائنات نعيشوا في الفضاء الأزرق ومنه ناخذوا أخبار ولحكيت الكل، فإنه ترى العجيب والغرايب من البترول اللي يسرقوا فيه، وعنا ما يكفي شمال إفريقيا أصل، ولهنا ائتلاف الكرامة قايمين بالواجب، وكمل عليها تونس مازالت مستعمرة ويحكموا فينا ويقدونا ويفكرونا كيف كيف. ائتلاف التوب رجلة قايم بالواجب، أما تعديت بريود الانتخابات وبعد ما طلعوا بيتوا الحس، واخرها الدوله تاخذ في 24 مليون على كل واحد يموت بالكورونا مع منظمه الصحه العالميه، والفلوس يتصبوا كل جمعه، وكمل عليها انه الكورونا سلاح تصنع في الصين. هذا اللي تحكي في الفيسبوك والقهاوي والشارع والكيران، وما خفي كان اعظم. الحكايات هذه كل عندها حاجه انكما، واللي هي نظريه المؤامره. الناس الكل ما يحبوش الانسرتيتود، ماذا بينا نعرفوا شنو باش يصير وعلاش ووقتاش. نظريه المؤامره هي الحل للانسرتيتود والمجهول، على خاطر تفسر حاجاتك كبيرة ومعقدة بطريقة بسيطة ومريحة في نفس الوقت. الناس اللي تم بالنظرية هذه وتصدقها في بينهم وراء كل ايفينمون كبير وقراب يصير في العالم، فما جروب صغيرة متاع عبيد هما اللي خطولها ونفذوها باش يسلكوها هما ويتبحبحوا ويغرقوا العالم وزويولة اللي كيفنا. الحكاية هذه عبارة على ميكانيزم دو ديفونس متاع اللاوعي، يلزم الناس ما يصدقوش الأسباب الحقيقية وراء الحادث الجراف اللي صار في العالم ويلصقوها في هما قدونا هما عملونا هما ضرونا. الكلام هذا منيش نجيب فيه من راسي، وإنما فما دراسات في علم النفس أثبتته. على أساس شلة قاعدين في بيت ظلام في آخر الدنيا دي يتفرجوا في البشرية وعندهم البوفوار والفلوس بتاع العالم وكل قاعدين يتأمروا علينا. تعليش نمشيوا لبعيد، خونا دونالد ترامب عافينا وعافيكم الله أخطر من الكورونا. من اللي بدأت الأزمة هو يقول لنا إنه الصين هي اللي صنعت الفيروس مش تطيح الاقتصاد الأمريكي. China 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 China. وقعد الدرق قدام من شهر وهو يعاود في نفس المعبوكة، وجماعة اللي دارين بيه يريضوا فيه ويقولوا لي ولدي يرزن يولدي استهدى بالله راك رئيس أقوى دولة في العالم. هي ولدي راح يلعبين في بالها نحن نسعوا في الانقلابات والمؤامرات، وهو ما على باله بشيء وشاد في بحثه. فما برشا عبيد كيف خونا ترامب، وحسب ما قريت في نيويورك تايمز فإنه ثلث الشعب الأمريكي يمن بنظرية المؤامرة. وسامحوني ما عنديش البرسنتاج في تونس على خاطر البحث العلمي على قد، اما بعد طلع على الفيسبوك وقاعده في القهاوي ولا عند الحجام ولا حتى في الشارع تعرف وانه برشا توانسه يمنوا بها. حاسب البروفيسور مايكل باركون الباحث في العلوم السياسيه واللي كتب كتاب كلتشر اوف كونسبيرسي ابوكاليبتيك فيجنز ان كونتمبوراري امريكا، نظرية المؤامرة عندها قاعدة أساسية واللي هي العالم الكل محكوم ويمشي مخطط معمول في التراكن، والناس اللي صدقها ديما في مخاخهم وأنه حتى شيء ما يصير بالصدفة، والحكاية مش كيف ما نصور وكيف ما يتقلنا في الميديا، وأهم حاجة وأنه كل شيء مربوط ببعضه. يعني عادي تطلع بغلة دعثرت في العراق والحومتي هو اللي مقصها. الناس هذم في بالهم اللي هما عندهم حقيقة العالم وشكون اللي يسير فيه. في تونس الحقيقة عنا قيس سعيد ماهوش مقصر، كل ما يخرج حكينا في موضوع يجيب لنا على المؤامرة اللي قاعدة تعمل في الظلام ورا معمل اللي يجور، والناس اللي في غرف مظلمة ما فيه ضوء تحب تفتق البلاد من بعضها. وهو كلامك ينجم يكون صحيح، أما برحمة طمق كل النشكوك. نظرية المؤامرة كالبورصة تطلع وتهبط، أما ما يخفيش عليكم وإنه ملي جات الكورونا محمومة وكتلتها طالعة. ينجم يكون قيس سعيد ما يمنش بنظرية المؤامرة ويطلع عنده معلومات على المؤامرات اللي قاعدة تتبرمج في الظلام كونتر تونس. أما نحب أفكركم وإنه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ودوره إنه يكشف الحاجات هذية ويقفلها، مش يخرج لنا يحكي لنا جملتين ويخلي الناس تهلوس وتلوج. في تونس زادة فما اليمن إنه ما عندناش إرهاب، واللي هي مؤامرة من دول من برا عندها مشكلة مع تونس، والإرهاب ما فماش منه اصلا. الكلام هذا ممكن يكون جزء منه صحيح وفما اجهزه وراء العمليه هذيه ولا على الاقل مستفيده منها، اما ما تنجمش تقول وانه ما عندناش ارهاب في تونس على خاطر فما برشا عباد تشدوا يخطوا العمليات ارهابيه. نظريه المؤامره ما تطلع وتنتشر وتزيد لما تصير كارثه والا كريز اللي تغدر الناس وتخليهم عاجزين وما همش فاهمين ويفقدوا السيطره ويبدا ستريس يهز فيهم وينفخ. يا ودي شكون اللي عمل له وكيفاه صارت الحكايه هذيه وعلاش؟ نظريه المؤامره تجاوب على الاسئله هذوما بطريقه سهله وترتح برشا مخاخ الناس اللي يمنوا بها.
حسب تقارير ودراسات الناس كل ما تحس بالنقص في السيطرة على حياتها واللي داير بها كل ما تزيد البوسيبيليتي باش انهم يلوجوا على حاجات جديدة باش يرجعوا السيطرة هذيك وما عادش يحسوا بالعجز. كيف الوضعية المكربة اللي عايشين فيها؟ ما نعرفوش وقت باش يطلع الفيروس، شنو باش يصير للاقتصاد، وقتاش باش يجينا الفاكسان، نقعدوا كيكا ما نعرفوا شيء وخايفين على رواحنا ابدا. اجي نخلقوا حكاية اللي نعرفوا فيها شكون اللي عمل لك ريجزة ذي وعلاش، وكيكا نرتح روحي ونرضي ضميري وقبل ما نرقد نكتب ستاتيو وانه الفيروس اصله سلاح بيولوجي تصنعه في لابوراتوار والحكاية الكل على الفلوس وندبر شويه جامات وكيكا نحس روحي فيقلها وقافز. الناس اللي صدق الحكايه ذي يقولي ما عادش عندها ثقه لا في الاخبار لا في الارقام لا في الدوله بوزرائه وخبراء، وتنطلق في السوشيال ميديا يلوجوا على عباد يشاركوهم نفس التخمام. وصدقوني الفيديوهات يتفرجوا فيهم برشا عباد ويبارطاجيوهم زاد، واللي هي في الحقيقه حكايه خطيره على خاطر ما عادش يمنوا انه الفيروس خطير وانما هي مؤامره تجب تاعها في اي وقت، ماهوش مرض قاعد يقتل في العباد في تونس وبكافه انحاء العالم. نتصور نظريه المؤامره موجوده عندها برشا اما ضربت في القرن اللي فات وخاصة بعد اغتيال الرئيس الامريكي كينيدي، وتخيل وانه نظرية المؤامرة خرجوا عليها نظرية مؤامرة اخرى اللي تقول وانه CIA وكالة الاستخبارات الامريكية هي اللي خرجت الكونسيبت هذية باش تغطي على العباد اللي شكوا في اغتيال الرئيس الامريكي. عام 1935 امريكا تخرج ورقة دولار جديدة موجودة عليها من تيلي بيراميدو في وسط وعي ومكتوب باللاتيني نوبس اوردو سيكلورم يعني النظام العالمي الجديد، وتقلبت الدنيا وما قعدتش وقلك اذية ماسونية ورجعوا باش يحكموا فينا. واحدة من اشهر النظريات زادة هي الالينز ولا الفضائيين والاريا 51 اللي هي قاعده عسكريه موجوده في امريكا في نيفادا تحديدا واللي هي توب سيكريت، ويقولوا انه الجيش الامريكي يخبي فيها الفضائيين والاسحنه الفضائيه. وصلوا اصلا فما يوتيوبرز وعبيد اخرين حبوا يعملوا ايفينمون ويدخلوا القاعده العسكريه ويصوروا فيها. هما يا حبيبي تلعب مع اقوى جيش في العالم، شد بلاصتك عايش وليدي وريد. ونعمل بكم دوره وقفله بيننا نحن العرب وخاصه تونس، وين يقولوا انه الثورات العربيه ماهي الا مؤامره باش يحكموا في العرب ويدمروهم، وما عندناش برشا من اللي خرجوا يحكيونا على الميلوات تاع هيلر كلينتون اللي كاتبه فيهم وانه الامريكان هما اللي خطوا الحكايه هذه الكل. وخرج زاد على اساس هيلر كلينتون كتبت كتاب تحكي فيه على انها طلبت اغلاق المجال الجوي التونسي ودفعت العباد باش يطردوا بن علي في 14 جانفي، وهي بالله العظيم لا فما شيء ولا جبنه تونس اصلا. الكتاب موجود باللونجلي ومترجم عنده برشا سنين وموجود في الانترنت وفي المكتبات الكل، اما الناس بالسيف تحب تصدق وانه الاخت هيلر كلينتون قالت الكلام هذا على خاطر فما شكون في فيسبوك كتب ستاتيو والا فما زاد شكون اللي كتب ارتيكل في الانترنت. فينالمون فما عبيد منكم يمكن يمنوا بالنظريه هذيا وعبيد اخرين ما يمنوش بها ويضحكوا عليها، اما اللي لازمنا نتفهموا فيه وانهم ينجموا يكونوا اخترو وهنا نشوفوا في الشيء على عينينا. كي ترامب قال الامريكان وانه الفيروس ما فماش وما تلبسوش الماسك نتاعكم، يا اخي العبيد هبطت لك تفلح في الشارع ومئات الالاف ماتوا. انك تحارب النظريه هذوما حاجه صعيبه على الاخر، على خاطرنا لازمنا نرجعوا الثقه بين المواطنين والناس اللي يعطيوا في المعلومه بالبروف، على خاطر كيف ما قلت لكم العبيد اللي يمنوا بالنظريه هذوما يمنوا اللي هما عندهم الحقيقه الكل. اما كيفاش نثبتوا باللي بروف حاجه مبنيه على الخيال؟ حوس تفهم، ولو طون اللي انت قاعد تحوس باش تفهم ما تنساش باش تعمل ابوني وتحط لنا كومنتير وتعمل جيم، وهاو الانستغرام تاعي وهاو الانستغرام تاع نويت ونشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.